نحييكم من الـ LBC وإليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. التفجير الدموي الأكبر في سوريا، 55 قتيلاً ونحو 400 جريح. ملف الإنفاق المالي دخل في نفق المأزق ولا معالجة في الأفق. نفق أم جسر في جل الديب؟ نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد وديما صادق. مساء الخير. أكثر من 55 قتيلا وما يقارب 400 جريح في دمشق اليوم، نتيجة انفجارين هائلين يجعلان سوريا تنزلق بسرعة جنونية نحو الخيار العراقي. الانفجاران هما الأكبر والأكثر دموية منذ اندلاع الأحداث في سوريا منذ 14 شهرا، وكذلك الأكثر دموية منذ بدء تنفيذ خطة أنان، حيث يبدو أن مهمة المراقبين الدوليين باتت شبه محصورة بملاحقة مسارح الانفجارات وأحداثها اليوم. ردات الفعل عكست اهتماما دوليا بمقدار ما عكست أيضا مأزقا دوليا لكيفية التعاطي مع ما يمكن توصيفه المعضلة السورية. فالجميع يراهنون على خطة أنان، فيما هذه الخطة تترنح، ومع ذلك يبقى الجميع متعلقين بها في غياب أو عدم نضوج البدائل، وفي الانتظار تتسارع وتيرة العنف في سوريا من دون أفق. داخليا مأزق ملف الإنفاق ما زال يراوح مكانه بعدما مني في جلسة مجلس الوزراء أمس بانتكاسة جديدة. أما الخارج أو المخارج فغير متوافرة. البداية تبقى من الانفجارين اللذين هزا دمشق.